طارق حنيش نائب برلماني ونائب عمدة مراكش. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد نائب أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة مراكش الأسفي سي سمير بوضاء، سيد رئيس فريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة سي أحمد التويزي، سي وعمر قيدوم ديالنا نائب برلماني ديال قلعة سرغنة. أيها الحضور الكريم، كل باسمه ولقبه، بلا ما ننساو بطبيعة الحال نساء ورجال الإعلام مشكورين على الحضور ديالهم. أولا وقبل كل شيء، ما نشكر الناس اللي لا يشكر الله. أولا تنبغي نشكركم على الاستضافة ديالنا عندكم، كنبغي نشكر مناضلات المناضلين مناضلات مناضلي الحزب اللي جاو صراحة بكثافة باش ينجحوا هذا اللقاء، هذا اللقاء الحزبي الإقليمي من أجل تأسيس الأمانة الإقليمية الجديدة والشابة إن شاء الله الرحمن الرحيم لحزب الأصالة والمعاصرة إقليم قلعة سرغنة. ما ننساش بطبيعة الحال ما نشكر السي وعمر صراحة اللي رحب بينا، وبغينا نشكروه خاصة على العمل وعلى المجهود اللي تيقوم فيه سواء محليا سواء وطنيا عبر التدخلات ديالو في البرلمان. وكنبغي كذلك ما ننساش نشكر يعني الإدارة الجهوية والإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة على المجهودات اللي كتقوم بها. أولا حنا هذه أول تجربة ديالي في انتخابات، كانت تقريبا واحد 8 شهور من بعد 8 شهور باش قبل النتائج ديال الانتخابات الشرعية. كان صراحة نقول لكم أنا من طبيعتي صريح وواضح. أولا هذه تجربة أولى، وصراحة في الأول ما كنتش باغي ندخل السياسة ولا أي حزب من الأحزاب السياسية، وأنا طبيب ديال في الخدمة ديالي وفي الاشتغال في الميدان الصحي. وإني صراحة دخلت لهاد التجربة السياسية وما ندمش، والحمد لله اختارت، والاختيار كان جد صائب لأنه صراحة علاش؟ لأن كان دايرين بها صراحة نساء ورجال في المستوى اللي هما نساء ورجال حزب الأصالة والمعاصرة. على رأسهم رئيسة المجلس الوطني الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، من هذا المنبر نشكرها شكر كبير جزيل على الدعم ديالها، وكذلك السي سمير بوضار رئيس جهة مراكش الأسفي ورئيس نائب أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة. حنا اليوم بغيناكم تفتخروا بحزب ديالكم اللي هو حزب الأصالة والمعاصرة كما حنا مفتخرين به، مفتخرين به بالنتائج اللي حققها ومازال غيحقق الكثير إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم حزب الأصالة والمعاصرة هو أول قوة سياسية في الجهة، وحنا إن شاء الله الرحمن الرحيم طامحين إن شاء الله في 2026 يكون أول قوة سياسية في المغرب إن شاء الله. هادشي علاش اليوم مجتمعين هنا معكم، مجتمعين عندكم من أجل تأسيس الأمانة الإقليمية للحزب في إطار الدينامية الجديدة اللي كاينه جهة الحزب بقيادة السيد الأمين العام سيد الدفوابي ورئيسة المجلس الوطني الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري ورئيس الضغط التنظيم سي سمير بوضار باش لإعادة الهياكل السياسية، لأنه كما تعرفوا اليوم أحزاب سياسية قوية بتنظيماتها، قوية بنسائها، قوية برجالها، قوية بأطرة، يعني أي حزب ما عندوش قاعدة قوية
صراحة ما غاديش غنكذبش عليكم، أي حزب ما عندوش قاعدة سياسية قوية راه ما كاين لا شي يكون صراحة. هادشي علاش حنا جايين اليوم من أجل التأسيس وتشييد هاد الهياكل، وهاد الهياكل ممكن تكون إلا بكم ومعكم. وإن شاء الله الرحمن الرحيم الله يوفقنا إن شاء الله لعمل الخير وخدمة هذا الوطن، وشكرا.